وعليكم السلام الأخ والأخت آسيا الأخ تاع قسنطينة الأخت آسيا بإمكانك هو أن تشوفي التسجيلات ربي يبارك فيك الأخ تاع وعليكم السلام الاخ محمد حسان اخ عبد الرحيم اخ علي الاخ ولا الاخت اللي ترمز الاسم نتاعك الدروزا أه المهم الاخوه والاخوات حبيت أه باش ندير مداخله على جل باش نوضح لكم بعض المسائل المتعلقه بهذا الحراك اللي راهو جاري في الجزائر وفي الخارج حتى لا يتم تحريف هذا الحراك وحتى لا تتم عملية السطو على التضحيات نتاع الشعب وتتم ويتم تحريف هذا الحراك وتتم إجهاض عملية التغيير مرة أخرى نعطي لكم كمثال حتى باش يكون منطلق تاع الحديث نتاعي الناس اللي راهم يديروا في السياسة لا سيما اللي راهم يتابعوا في الأحداث في الجزائر الناس السياسيين رؤساء الأحزاب الناس الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي في الجزائر سواء تعلق الأمر برجال الأمن والله يعني الناس كل مهم الناس اللي مهتمين بالشأن الجزائري شخصيا أنا يتبعوني منذ سنوات منذ مدة تصل بيّا واحد الأخ من من الجزائر أعتقد يسكن هنا في مدينة نتاع تولوز اسمه محمد لعلك راك تتبع فيا وماذا بيا على تتصل بيا المباشر بعد ما نفتح المجال نتاع المداخلات اتصل بيا قال لي بلي عندك وسمو منظمه وراك تنشط يعني منذ سنوات وكنت تنادي بهذه الاشياء اللي الان راها وصلت لها الناس واش يعني لو كان دير الطلب نتاع تجمع ما دام راه فيه قابليه على باش الناس تتجمع نشرت انا واسمه منشور هكذا صغير وقلت انا اذا كان فيه اخوه في المدينه نتاع تولوز ويهمهم هذا الحراك ماذا بينا قبل ما احنا نلتقيو نتشاوروا ونشوفوا واش هو الشيء اللي يليق بالناس اللي راهم في مدينه نتاع تولوز <applause> لانه الحراك في المدينه نتاع يختلف عن الحراك في العاصمه في الجزائر دوك طيب الانسان اللي ما راهوش فاهم السياسه بطبيعه الحال يقول اي حاجه والحراك في فرنسا يختلف عن الحراك في الجزائر الحراك في بريطانيا يختلف عن الحراك في الجزائر صحيح هو انه رانا جزائريين صحيح هو انه كاين فيه بعض المطالب اللي هي تجمعنا صحيح هو انه راه كاين فيه بعض الاهداف اللي تجمعنا ولكن لسنا على راي واحد وحتى الناس اللي راهم موجودين درك في مدينة تولوز أو في باريس أو في أي عاصمة من العواصم هذا اللي راهم في في أوروبا ومش نفس الناس اللي راهم عندهم أولويات ترتيب الأولويات بالنسبة لهم مش كيف كيف فأنا قلت له ممكن إن شاء الله وعلاش لما لا درت أنا هذاك النداء يومين وقيلة ولا ثلاثة نشوف الناس دايرين فيها أفيش راه رايحين يديروا تجمع في مدينة نتاع تولوز آه قلت داكور صحة. صح صافي دوك الناس لما حنا هيئنا الأرضية كتبنا لافيش هاذيك قال بلي راه فيه محاولة على جال باش لربما نديرو لقاء جماعة الله راهو سبقو داروا لقاء كاين منهم اللي يعتقد من أنو أنا اللي راني ننظم اللقاء في المدينة نتاع تولوز معليش مش مشكلة أنا لا أريد الزعامة ولا أريد وسائل الإعلام راني سمحتها لكم راه عندكم لا طرواء وعندكم لا دوميدي وعندكم ناس من وراكم بصحتكم انا الخطاب تاعي راه موجه للجزائر ونتكلم باللغه اللي يفهموها الجزائريين على كل حال انا في ذلك اليوم كان عندي شغل هكذا وبالتالي رحت رحت يعني ولو متاخر نوعا ما وقلت علاش لما لا لقيت جزائريين قلت انا والله ننقل الآراء تاعهم والله لا في بالي انا على باش انا ننظم لقاء والله خلا انا مانيش من هذاك النوع اللي يهوى المهرجانات ويهوى يهو هذاك الصراخ ويهوى العياط ويهوى الهول هذاك في ما مانيش من النوع هذاك انا صاحب افكار دائما لما نتحدث مع الناس نتحدث معهم بخطاب عقلاني وبخطاب عقلي نتحدث معاهم بخطاب عقلاني وبخطاب عقلي ودائما لما نتحدث مع الناس نقول لهم خدموا العقول نتاعكم درك فيه بعض الشباب اللي هما راهو داروا اللقاء من بعد آه تفرقوا كان فيه لقاء ثاني يوم الاحد الماضي وهذوك الشباب ما جاوش انا رحت لثما والتقيت بعض الاخوه وكان منهم الاخ هذا صالح اللي هو واحد من الناس المتابعين للنشاطات نتاعي منذ سنوات اللي هو من مدينه عنابه وتعرفت عليه قبل هذا الحراك يعني عنده مده هو جا عندي التقينا في واحد المكان هكذا يقولوا له اون في الجامع بعد صلاه الجمعه وقيل التقيت به مرتين والله وانقطع هذاك الاتصال عنده مده فكنا ثم جاء جاء هذا الاخ واسمه صالح وكانوا فيه بعض الاخوه وقالوا باللي رأى الناس راهم درك كانوا ناس راهم داروا لقاء المره اللي فاتت وهاد الناس راهم ما جاوش وكيفاه وحنا الناس راهم يتحركوا وكذا قلت لهم انا اذا كان فيه ناس راهم مستعدين على باش ننظموا لقاء يعني ممكن يتطوعوا هكذا مجموعه نتاع عشرة ولا 12 من الناس نتحدثوا في هذا اللقاء ونجتمعوا ونتشاوروا مع بعضنا البعض ونشوفوا هو انو نديروا لقاء على جل باش نجمعوا الجزائريين والجزائريات ونحاولوا نعطيو صوره مشرفه على الجزائر ونحاول هو ان نبينوا باننا شعب متحضر وشعب مثقف ومش هذيك الصوره اللي راه على الناس قال درك مثلا في المدينه نتاع تولوز يعرفوا بعض المناطق دون هو ان نذكرها يعرفوها الناس اللي راه عايشين في تولوز يعرفوا هذه المناطق ودايرين ديك لي الجزائريه فهمت قال جماعة نتاع الزطلة جماعة نتاع كذا جماعة نتاع كذا جماعة نتاع سرقة نتاع كذا كنا حنا لازمنا نعطيو صورة واحدة أخرى على الجزائر هذه فرصة وتحدثنا في مكان اللي اسمه جون دارك ونقلناكم على المباشر المكان اللي كنا موجودين فيه قبل ما نفكروا في هذا اللقاء ومن بعد توعدنا على جل باش نلتقيو كيف كيف للمدينة نتاع لا نتاع تولوز ورحنا ونقلناكم على المباشر كان معايا الاخ صالح والاخ محمد اللي هو من مستغانم واحد الاخ اخر يقولوا له جلول اعتقد من ثاني من شعر فوق اعتقد من المدينه نتاع مستغانم ولا من وهران المهم من الغرب اليوم هذا ما حضرش الاخ هذا راح لباريس راح حضر اعتقد في لقاء هكذا في باريس والله عنده طريق المهم امر يخصه هو ورحنا الى في المدينه نتاع تولوز وقدمنا طلب نتاع تصريح باش نديروا لقاء قلت لكم قبيل الاخوه والاخوات لازمكم تفرقوا بين الحراك اللي هو في الخارج والحراك اللي هو في الداخل لماذا لانه في الحراك في الداخل ممكن تكون نداءات هكذا وتتبناها الناس وتخرج الناس مثل ما راكم من المساجد قال مثلا في العاصمة ما عندكش من تحكم ناس كامل عبر راه برا فيلي الأمر في مدينة نتاع تولوز أو الأمر في مدينة باريس أو في أي دولة من العواصم هذه الأوروبية أو حتى في يعني في أمريكا ولا كده. الأمر مش كيف الجزائر هنا مثلا في المدينة نتاع تولوز باش أنت تروح الدير تجمع في الساحة هذه تاع الكابيتول هذه يخصك على جال باش تروح أنت الله ولا على جل باش انت تطلب تصريح وباش انت تطلب تصريح يكونوا معاك ثلاثه من الناس او اربعه ويوقعوا فيما بعد يعطوك التصريح ومن بعد انت في التصريح هذاك دير وش هو العنوان نتاع اللقاء نتاعك تعطي لهم كيفيه اجراء هذاك الحوار كيفاش تبدا انت وكيفاش تخلص وكاين فيه مطالب هكذا داخل في اللافيش هذيك قال لي شحال لازم يكون الناس يحضروا ابيبري خاطر لما تقول لهم انت بلي راه تحضر عشرين الف ولازم لازم يكون تكون فيها شرطه تكون فيها حمايه تكون فيها كذا قال وش راك راح دير اسكو راك راح تستعمل مثلا هذا نتاع السمع البصري واش هي الاشياء اللي تطلبها هذا الوقفه هذه اللي راك راح ديرها الى غير ذلك من بعض التفاصيل اللي موجوده في الطلب ويستطيع اي انسان دارس يستطيع اي انسان اللي هو راه يبحث هو انه يلقاها فرق بين هو انه تخرج الناس بعفويه وبين هو انه يتم تحضير اللقاء كون مثلا راه خرجت الناس بعفويه انا واحد من الناس نروح نحضر انا من الناس نحب قال مثلا انا ناخذ الكلمه او ما ناخذش لكن فرق بين هو انك انت تروح تحضر وبين هو انك تنظم فاحنا لما رحنا لا بريفيكتور راهم كانوا مع الاخوه ونقلل لكم على المباشر في الصفحه وراه التسجيل موجود درنا الطلب هذاك ومن بعد بعد يومين او ثلاثه يومين اعتقد يومين عاودت ترجعت انا والاخ صالح راهو موجود وقادر دوك نفتح المباشر وقادر يجي ويتكلم أه رحنا لابريفيكتور لقينا السيده هذيك اللي درت درنا درنا الطلب معاها قلت لها راه في يومين مازالت ما, ما جاتناش لا ريبونس قالت لي ما مش مشكله المهم انتم راكم درتوا طلب نتاع التصريح ومش مشكله المهم راه مرخص لكم ال... باش ديروا تجمع قلت لها لا قلت لها انا لازم لي وثيقه خاطر حنا نعرفوا النظام كيف يمشي نعرفوا السياسه وما يقدرش ان يجي واحد يتلاعب عليا والله يجي يستعملني قالتلي صبرني صبر نشوف مع الريسبونسابل اتصلت بالريسبونسابل عقبته لي بالتليفون الاخ صالح راهو كان معايا شكون فلان قلت له فلان قال لي اوكي قال لي ما فيش مشكله راهو عندنا الاسم نتاعك لهنا وراك معروف يعني في عند عند المصالح نتاعهم ثم وبالتالي لما انت تروح راهم الشرطة على بالهم توع البلدية راهم على بالهم بلي راكم رايحين ديرو تجمع مكان حتى مشكلة روح قلت له أنا لا قلت له أنا ماذا على جل باش تعطيوني تصريح يعني مو... يعني موثق خطر كنت على بالي بلي كاين ناس وراني قلت لكم في التسجيل التسجيلات راها موثقة ومنشورة عاودوا رجعوا فقط التسجيلات تاعي منشورة على الموقع تاع اليوتيوب قلت لكم بلي راه فيه حراك في الخارج اللي راهم فيه محاولة التوجيه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة راني قلتها لكم قبل ما يديروا التجمع هذا نتاع مارس واللي جاو من بعده قلت لكم باللي بعد التجمعات هذه والمسيرات المسيرات اللي حدت في العاصمه وبدايه خروج هذاك الحركه اللي يديهم يخرجوا لكم من الخارج عن طريق وسائل الاعلام مدعومين عن طريق الصحف عن طريق قنوات فضائية بالتالي بدأوا ما يوجهوا فيكم من الخارج حتى باش هما يصنعوا ناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالسياسة أو ناس معروفين ولكن مانيبولي يستعملوهم على جد باش هما فيما بعد يحاولوا يحققوا الأهداف نتاعهم اللي راهم يحوسوا يوصلوا لها بالتالي أنا قلت له لا قلت له ما دام راني انا اللي طلبت على جلب باش ندير التجمع المفترض هو انه تعطيوني وثيقه قال لي لا 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 ما وش مشكله قلت له اوكي داكور ثم قلت للاخ صالح هو مازال حي وراه معنا وزدنا التقينا بالاخ محمد اللي هو من مستغالن والاخ هواري من مدينه تاع وهران ورحنا شرينا نتاع هذاك نتاع مكبر الصوت هذاك رحنا شريناه مع بعضنا شريناه مبلغ وتقاسمناه مع بعضنا وقلت لهم انا توقعوا في الغد هو انه يجيو ناس ودرك يبداو يتحركوا بعد ما حنا رانا هيئنا الارضيه واتصلنا ديناها تقريبا اسبوع حنا نجريو وندورو من مكان لآخر وحتى رانا درنا لكم عده مرات النقل على المباشر وتتبعوا قلت لكم الاخوه قلت لهم باللي راهم غدوه توقعوا باللي راهم رايحين يجيو ناس من اجل على جال هما يلفتوا الانظار او من اجل على جال هما يحاولوا يوجهوا هذاك الحراك وكيما كان كيما كنت متوقع وكما حدث جات كانت واجده هذيك فرنس 3 ها جاو جاو وانت على ديباش هذيك جاو ومباشره لما لحقنا طلبوا مني على جلبش ما نستعملوش نتاع المكبر تاع الصوت هاد هاد بعض الـ الشباب وحتى منهم منهم اللي صار يملي عليا قول كذا وما تقولش كذا واعطيه وكيفاش انت حنا اللي درنا التجمع من قبل وكيفاش وكيفاش, وكيفاش 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 هذا انسان دار تجمع فرضاً باللي راه هو اللي نظموا فرضاً باللي راه هو اللي نظموا وراه هو اللي نجحوا هذا اللي هو نهار نهار النهار في حياته وانا اللي عندي 18 سنه ما روحتش للبلاد ماتوا والديا ماتوا اقارب ممنوع من النشاط السياسي في الجزائر ممنوع من جواز السفر الى حد اليوم رانا اليوم 17 مارس 2019 لحد اليوم ما عنديش جواز سفر لا جواز سفر فرنسي ولا جواز سفر جزائري ما عنديش باش نتحرك النهار واحد غاضو الحال قال لك راكم رايحين تسرقوا له النشاط والناس هذه اللي ماتت والناس هذه اللي اعتقلت والناس اللي تعذبت والناس اللي مات في الثوره والناس اللي راها تدفع في الثمن من البطالين من الحراقه من هذا الناس يعني انت معليش تسرق معليش مش مشكله وانت نهار واحد نهار واحد كل الحال مع انه كانت الارضيه مهيئه الشعب الجزائري الناس اللي راهم موجودين في الخارج كانوا مهيئين للخروج لانه راهم شافوا ناس خرجوا في الروح اتحداك اتحداكم واحدا واحدا هو انه يفوت هذا الحراك واجمعوا عشرة من الناس اتحداكم الجو هذه الفرصة مهيأة، الأرضية مهيأة، على جال باش هما يستعملوا هذاك الحراك، وقال راهم هما اللي راهم يحركوه هما اللي وشوفوا من بين الأشياء المتناقضة ولاحظوها هاني نعطيكم أنا, ماعنديش ما عنديش هذاك اللف والدوران، وعارف باللي كلام تاعي راه يوجد، لكن الحقيقة عارية كما هي، مجموعة من منطقة القبائل باش مندور نيغوش ندروات مجموعة من منطقة القبائل تحديدا هنا في فرنسا حبينا لجل باش يوجهوا الحركة شوفوهم اليوم استعملوا هذوك اللي جيلي اللي جيلي واسمو روج ولا ولا روس استعملهم نفسهم اللي استعملوهم في باري استعملوهم في تولوز كيفاش انت من جهة تقول بلي الحركة هذا لا يجب تأطيره وهذه حركة شعبية وهذه كذا وانت يا دير لي جيلي وانت دير هكذا ومشي كذا وما تقولش كذا ودير كذا وما كذا اذا كان راهو الحراك غير مؤطر خلي الناس راهم جمعة اللي حب يهدر يهدر وما دام انت تنظم انت, 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 انت دير تطلب الدير لقاء وانت تنظمه وانت تحب توجهه وعلاش انت الناس الاخرين حرام عليهم الجزائر هذي تاع باباك الجزائر هذي ملك نتاعك انت هذا نتا نهار برك درت فيها سيلفي خلاص عشيت بطل والناس سنوات وهي تدفع في الثمن هذا ما حق باش يتكلموا ما هو الفرق بينك وبين بين الممارسات تاع النظام ما هو الفرق يعني منذ البدايه بدايه تاع الاقصاء ما هو الفرق بين هذه الناس اللي راهم كانوا في النظام ويمارسوا هما في في هذا التهميش ويمارسوا في الاقصاء ويمارسوا في التكميم ويمارسوا في التبلعيط ويمارسوا في التحريف ويمارسوا في التضليل وينشروا الفساد على اوسع نطاق ما هو الفرق بينك وبينه انت هذا اللي حضرت هذا غير حضرت مره درت انت تجمر صرت انت ما تجيش انت وما تهدرش انت وما تديرش كذا وما انت كذا وانت كيفاش انت جيت والجماعه اللي داروا الثوره والجماعة اللي راهم خدموا الطرقات وراهم يبنوا مصانع وراهم داروا جامعات وراهم داروا مستشفيات بغض النظر على كان هذه المستشفيات اللي داروها والله هذه الاشغال اللي راهم داروها راهم درك هما يستحقونها والله لا لا والله راهم داروها بطريقه كيف ما كيف ما يقولوا بمقاييس دوليه والله لا لا وشو الفرق بينكم بين؟ انت راك احقر احقر من هاد الناس هاد الناس اللي راهم في النظام والله العظيم راني يعني قلتها شحال من مره نقولها ونعاود نكرر قسما بالله العلي العظيم غير هاد الناس اللي راهم في النظام غير اشرف منكم اشرف منكم رغم المقت نتاعي للنظام رغم الظلم رغم التهميش رغم البعد عن الاهل والاقارب والاصدقاء ولكن هاد الناس اللي راهم في النظام اشرف منكم هذا انت ما كان والو هذا غدر تجمع برك هذا انت غد والو كان تحكم الكونسيلا هما دوك راهم مانعيني راني انا نكريتيكي فيهم مانعيني ما حبش يعطيني الجواز السفر تاعي مانعيني من النشاط السياسي وانت واش راك دير يا يعني انت غد تجمع برك تحوس من يعني باش نتكلم وانا المناغل وانا اللي الناس يعرفوني كنت نتكلم لما كانوا المضامات كانوا على التواقي ما يقدرش يحلوا التواقي انا كنت نكسر في الحواجز النفسية وكنت نهضر مع الناس على القتيلة وعلى التشرد كنت نحكي أنا على المواضيع اللي ما كان حتى واحد عنده شجاعة باش يتكلم فيها كنت نحكي فيها تجي تقول لي أنت دوك الآن صرتو أنتم أبطال وصرتو أنتم رجال وصرتوا أنتم تعطيو الكلمة تكلم انت, أنت وتكلم أنت وتكلم أنت وأنت اللي درت وأنت تجي وأنا اللي درت وأنا اللي درت إذا كان أنتم راكم تعتبروا من أنه هذا التعطير راه هو لا يليق فلماذا خروج هذه الاسماء وهذه القوائم لماذا استعمال هذا لي روز هذا والله ليجيلي روز روج هذا علاش تستعملهم كونك مثل مثل الناس علاش انت تاخذ انت الكلمه وتصير انت توجه الناس لماذا وتصير انت تردد في الشعارات والناس كي غنم تردد من وراك لماذا انا ما تستعملنيش تردد شعار راني قاعد نسمع فيك راني نشوف شوف شغل طرد راني نشوف فيه هكذا وهو يتكلم والله ما على بالي فيك خطر علاه حنا نعرفه النظام ونعرفه الاساليب نتاعو فهمت ما تقدرش تجي تعقبها عليا الناس ما عندهمش حتى الشجاعه باش يسمعوا النشيد الوطني والله العظيم كنت نشوف في ناس غير لو كان يلقى كيفاش ينفجر ينفجر النشيد الوطني ما يقدرش يسمعه انا لا اؤمن برايه واحده اخرى غير رايه نتاع الجزائر اللي هي بالاخضر والاحمر والابيض الكلام تاعي واضح ما عندي ني لف ني دوران تاعي واضح علم الوطني فهمت انا لا استطيع هو ان انسق مع انسان لا يؤمن بالعلم نتاع الجزائر لا استطيع ان انسق مع انسان لا يؤمن بالنشيد الوطني لا استطيع ان انسق مع انسان لا يؤمن بالهويه الوطنيه والمقومات نتاع الشخصيه الجزائريه من دين ولغه وتاريخ لا استطيع ان انسق معهم حبيتوا تخدموا مع فرنسا خويا راح خدم على روحك بصح ما تجيش تجرب الجزائر تجي تلعبها زعما شغل نتا راك جزائري وكذا, وكذا 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 ومن بعد نتا راه عندك اهداف واحده اخرى حبيت تدفع المنطقه نتاعك خرج ليها صواب هز الاعلام نتاعك وطول قول انا ما نامنش بالجزائر وقال هاي المنطقه نتاعي راني ندعي ليها هاي اللغه نتاعي هاي كذا ومن بعد تعراو باش تعرفكم الناس ما تجيش انت تستعمل لي قضيه وطنيه تاع حراك وطني وتحاول هو انك انت تمشيه في نفس الوقت اللي يفرج واستعملوا في البقري فهمت البقري تاع العرب اني نقولها باش تفطنوا يا البقري استعملوا في البقري وقال واشي هادو جماعة الكاشير هادو جماعة النظام وهذا جماعة كذا ولغة الخشب ولغة واحد كنت نشوف فيه كان راك تشوف على بالي بيك بلاك تشوف فيا باسكو قبيل ما حبيتش الكلام الان ما كان حتى واحد راهو جاي من ورايا ويعيط ويدير لي ضربو من ورايا وكذا راني نتكلم والكلام تاعي راهو يروح يمشي للمعنيين في الجزائر في وقت من الاوقات كان يمشي مع رشيد نكاس واش وراه رشيد نكاس وراه رشيد نكاس هاي مشيتو معاه في 2017 وكنت انا قلتها قلتها بالصوت وبالصوره ونعود نكررها باللي كانوا يستعملوا فيه ومازال الى الان مانيش نفق فيكم راهو الكلام نتاعي بالصوت وبالصوره ونتكلم على المباشر الناس كلها تسمع انا ما يقدرش واحد يستعملني انا دائما نقدم المصلحه نتاع البلاد نشوف واحد راهو في النظام نشوف الكلام نتاعو راه منطقي وراهو كلام موضوعي وكلام تاع حق نمشي معاه شي قال هذا هو من النظام انا الكلام هذا ما نمشيش معاه نشوف واحد من المعارضه راهو الموقف نتاعو والله التحليل نتاعو والله الراي نتاعو لا يخدم الجزائر ما نمشيش معاه انا نمشي مع الحق نمشي مع الراي اللي يخدم البلاد لما نشوف واحد انا مع المعارضه وراه هو عنده راي صائب وراه يخدم البلاد نمشي معه ولما نشوف واحد اللي راه هو في النظام راه عنده اطماع والله عنده كذا وراه هو مدي البلاد للهاويه ما نوقفش معه انا نوقف مع الانسان اللي راه هو درك هو يقدم في حاجه للبلاد راهو يغير عن البلاد راهو يخدم من اجل مصلحة نتاع البلاد نقف معاه ولما نشوف واحد انا يفسد لما نشوف انا واحد يستعمل في قضيه وطنيه من اجل تحريف نتاعها على المسار تاعها الحقيقي علاش راه الناس تناض واش هو الشي اللي جمعنا ما هو الشي اللي هو خلانا على جال باش حنا نتحركوا ولا ننتفضوا ولا واش هو هو حب الجزائر تلتقي الناس على الجزائر لما تجي في تجمع لما تجي انت في مسيرة لما تخرج انت في نشاط وطني انسى الأقلية نتاعك أقلية أنتم أقلية أنتم لا تمثلون الشعب الجزائري أنتم أقلية وعارفين بلي الانتخابات ما تخدمكمش تحاولوا هو أنه تطلعوا عن طريق وسائل الإعلام على الجلبة الدوميني وكما الزيت فوق الماء ما عندكم شعبية هذه اول خرجه نتاعي واش نو كان دوكا ان نولي ندير لايف كيما راهو يدير نكاز ونولي انا ننتقل من مكان لاخر في في باريس ونروح لندن ونروح لاسبانيا ونروح للاخوه هذو موجودين الجزائريين هذو ونولي لكم وانا لايف كل يوم في مكان هذا غير خرجه وحده برك بداو يتلموا الناس من ورائي. يلا نزعشتو تحبوا خليكم لكم الساحه نتاع الكابيتول هاي ليكم راه عليكم المساحه نتاع الكابيتول انا عندي فيديو نروح انا نجمع ألف الكابيتول اي يعني نجمعهم انا في, في اليوتيوب ولا في, الفي في الفيسبوك داير انا تسجيل يشوفوه خمسين ألف ولا ستين ألف ما نروح للكابيتول ما نعاوش عليه هاي ليكم الكابيتال هاي ليكم فرونس تروا هاي ليكم لا ديباش هاو ليكم الاعلام الفرنسي كل راهو معاكم راهو معاكم الاعلام الفرنسي كله راهو ليكم راني لي زودت لكم ها يوم من بعد اعلام الفرنسي هو اللي راح ينتخب في الجزائر يا اخي لا ديباش دو دي هي اللي راح راح تنتخب في الجزائر روح للشعب الجزائري للصناديق تشوف كيفاش تشوف كيفاش يربيك تشوف كيفاش يعطيك الدروس ها تروح للشعب الجزائري تعرف شكون هو اللي راح يدافع المقومات نتاع البلاد ويدافع المصالح نتاع البلاد اما هنا ارقص على روحك اشطح اضرب الجرنا دير واش حبيت اذا هذه الكلمه نتاعي فيما يتعلق بالنهار تاع اليوم ولو انه فيه بعض الاخوه اللي ما قال لك باللي راه لقاء ايجابي ولقاء كذا وراكم شفتوا في بعض الممارسات نفسها حدثت في باري وحتى حدثت في الجزائر راكم شفتوا مقارنة آية العربي وكلما ما غنت تتكلم بارك يقولك لك انت راك جيبها من لونراء القبيل وانت عنصري وانت ما تحبش القبيل انا جدة قبيلية جدة ام الوالد نتاعي قبيلية وعارف باللي حتى هذه الكلمة راها ما تساعدكمش عارف قال انت يا نو جدا نتاع قبيل. قبيلية قبيلية الدم نتاعنا كيما يقولوا راهو مخلط عرب وقبائل ما يجيش واحد انا زعما شغل هو قادر انت راهو قادر جدك ما تعرفوش رانا نعرفو بعضانا يجي واحد انت هو يحاول هو انه يشكك فيك والله دي شكون انت من كون كيما قالاش القذافي شكون انت راكم شفتوا مقارنة العربي كان معاه الجنرال غديري وبعد بعد يلا طف هو في الشارع راه مناضل كبير راكم شفتوا الناس اللي راهم كانوا الى وقت قريب مع بوتليقة قيادات من حزب نتاع جبهة التحرير صحفيين في قناة النهار خلي حدث ولا حرج وراكم شفتوا هذه الاشكال شفتوها لما نحاو حسني مبارك شفتوها ونفس الشيء في تونس ونفس الشيء في اليمن المهم الاخوه والاخوات الموضوع اللي انا حبيت على جل باش نحدثكم عليه اليوم هو القضيه هذه نتاع التاطير هذه راها مقدمه فقط للمساله هذه نتاع نتاع التاطير تاعت هذا الناس اللي درك مثلا انا جبتهم كمثال من جهه هو يقول لك باللي هذا حراك شعبي غير مؤطر وعلاش انت داير الجيلي روز هذيك والله جيلي روز علاش باش تاطر الناس انت ما تهدرش انت جبد روحك اللي انت الهين، انت باش تنظم الناس انت ما عليكش انت حلال عليك انت هنا. إذن الاخوه الاخوات كاين جهات اللي هي راه تسعى لفصل منطقه القبائل راني نتحدث بالصوت وبالصوره والكلام نتاعي ما فيه نلف لف ولا دوران وعارف بلي الكلام نتاعي راهو يوجع ولكن هذه هي الحقيقة الناس تعمل من أجل فصل منطقة نتاع القبائل ما نتحدثو باش نخوفو هذه راه حقائق على أرض الواقع وهذا الناس راه معالنين المواقف نتاعهم يعني منذ سنوات بالتالي أنا ما نسقش معاه أنا نسق مع واحد اللي يؤمن بالعالم الجزائري يؤمن بالنشيد الوطني يؤمن بالحرية نتاع التعبير ويؤمن بالجزائر نتاع الجميع أنا لا أقصي حتى هذا الناس لا أقصيهم بس ما تجيش نتا تلعب هالي تراك تدافع على لاكوس تاعك وتجي تستعمل لي نتا قضية وطنية تتغطى فهمت مثل الذيب هذاك يتخفى وراء اللباس الوسم نتاع نتاع خروف استعمل القناع نتاع خروف وراء ذيب من الداخل ما تستعمل ليش قضية وطنية الامور راه واضحه إذن هذه المساله نتاع التاطير اذا كان انتم لا تؤمنون بالتاطير خليو عليها تمشي وحدها فهمت ما تقوليش بلي انا اللي راني درت التجمع وانا اللي درت وانا اللي درت خلي عليها تمشي وحدها ما تروح تطلب انت تصريح في الله بريفيكتور لا في باري ولا في تولوز خلي الناس تجمع وحدها نجي نشوفو خلي الشباب راهم يغنيو ويرقصوا ويشتحوا وانتو انتو في فراجيري خلي عليها لابد من تأطير لابد من تنظيم والتنظيم هذا والتأطير يقودوه الناس اللي هما معروفين بالنضال تاعهم معروفين بالمواقف نتاعهم معروفين بالمبادئ نتاعهم الثابتة ماشي واحد جاه هو في الربع ساعة الأخير ويحب يلعبها باللي راهو معارض وقال السي محمد انت راك او التحقت بالحراك او التحقت بالحراك سي محمد مشي العكس مشي الحراك هذا هو اللي التحق بنا احنا اللي كنا نتحدثه منذ سنوات كنا ندعو للتغيير الحقيقي احنا اللي كنا ندعو للجمهورية الجديدة احنا اللي كنا ندعو للمؤتمر منذ اكثر من عشر سنوات الان في 2019 لما صارت هذه القناعة المشتركة الناس اللي هما اقتنعوا بالكلام اللي كنا احنا نقولوا فيه وليس العكس الناس اللي التحقت مانيش انا اللي التحقت بهم صحيح هو انه كاينين الناس اللي ربما شباب ما يعرفونيش لانه انا لست من هواة نتاع القنوات الفضائية انا مش من نوع لك اللي ساكن في القنوات الفضائية ولست طالب شهرة انا صاحب مشروع صاحب قضية أنا ماشي نحوس على الشهرة ولا راني نحوس أنا على التلفزيون ولا ها هو مؤخرا برك عيطلي هذاك أحمد حفصي هذاك في تاع النهار وما روحش فهمت مانيش نحوس أنا على القنوات الفضائية ولا. أنا مذهبية لو كان خليه أسيدي إذا كان راهو القضية نتاع الشعب خلي عليها الشعب الشعب راهو درك هو الناس الكل راها دايرة دايرة واسمو هوا نقالة وراها تنقل على المباشر الخطاب نتاعنا قبيل رانا كنا نتكلموا الناس راه دايره هوت في النقاله وراها تنقل على المباشر شوه على روحك شوه على روحك انت شوه ثم في الساعه هذيك تاع الكابيتول جيب ثم جيب جماعه وقول ردد بعض الشعارات ولكن الناس راهم يعرفوني ويعرفوك انت من تكون يعرفوا شكون هو اللي راه مناضل منذ سنوات وشكون هو اللي راه ظهر في 2019 شكون هو اللي راه ركب الموجه يعرفوه شكون هو اللي ركب الموجه وشكون هو, هو اللي راهو عنده ثلاثين سنه نضال ثلاثين سنه ربما اكثر من العمر نتاعك نضال ضد النظام هذا إذن الاخوه والاخوات كاين هناك اشياء راها موجوده في الجزائر راكم تعرفوا باللي الجزائر مرت بفتره احتلال وتعرفوا باللي الجمهوريه لم تؤسس على اساس صحيح وقعت فيه الكثير من الاخطاء وقعت فيه الكثير من المشاكل وقعت فيه تصفيات جسدية وقع فيه اقصاء وقع فيه تهميش مع ما يحسب لهذه الناس اللي راهم درك يعني مارس الحكم سواء تعلق الامر ب هواري بومدين او بن او علي كافي او بوفياف او بوتفليقة او زروال او ربح بيطاط كل واحد راهو درك هو راهو قاد مرحلة معينة كل واحد راه ربما عنده انجازات هكذا راه تحسب له وربي هو اللي راه راح يحاسبهم فيما بعد والتاريخ ايضا راه راح يكتب الشيء اللي راهم دوك هما حقوه والشيء الذي لم يحقق على واش قامت الثوره قامت الثوره هو انه في البدايه كانوا هذو الجمعيه نتاع العلماء وكانوا هذو المجموعه اللي كانوا هما في حزب الشعب كانوا يحوسوا على جلبه شو ما يخرجوا فرنسا فيما بعد وش اللي حصل هو انه مجموعه تمردوا على القياده نتاع حزب الشعب هما جبهه التحرير هذه واعلنوا الثوره فالثوره هذه كانت مؤطره ما يجينيش واحد انا في 2019 كيما يقولوا ما يعرف كوع من بوعو ما هو فاهم فيها حتى حبه ما يعرف للنظام ولا يعرف التاريخ ويخرج هو الكو هاي 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 طبل طبل زمر 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 وراح تروح جي في داركم اخبطها بقارو ولا بقرعه ولا اسمو ورقد حتى الغدوه ونوف عاود زيد عاود عيط الانسان هذا اللي ما يعرفش السياسه ما يعرفش النظام ما يعرفش التغيير غير سي بالابان يحكي في هذه الامور إذن هاد الجماعه داروا تاطير للثوره فيما بعد قسموا المهام بيناتهم وانطلقت الثورة المؤتمر تاع الصمام لماذا انعقد؟ انعقد من أجل تأطير الثورة لما درت لكم أنا تسجيل راه موجود في الموقع نتاع اليوتيوب بحثوا عليه في الصفحة نتاعي اكتبوا نور الدين خبابة برك ادخلوا فقط للموقع نتاع اليوتيوب واكتبوا من مؤتمر الصمام إلى مؤتمر الجزائر قبل ما تجي المسير المسيرة نتاع 22 فيفري باش ما تقولوش بلي رانا رانا لحقناكم لحقناكم يا الهاربين حقناكم يا المعارضين الكبار روحوا دخلوا للموقع نتاع اليوتيوب وكتبوا ولقاو التسجيل راهو فيه تقريبا ساعه اسمعوا الكلام نتاعي داروا المؤتمر تاع الصمام من اجل تنظيم صفوف تاع الثوره ومع ما حققه هذا المؤتمر تاع الصمام الا انه فيه وقعت فيه اخطاء مازال لم نتخلص منها الى تاريخ اليوم رانا في 2019 حنا نحوسوا على جلب باش يكون هناك مؤتمر من اجل النهضه نتاع البلاد ماشي نتحدث فيها الان راهو يحكي فيها الابراهيمي والله يحكي فيها جماعه نتاع بوتفليقه هما اللي راهم يعاودوا في كلامنا مانيش حنا اللي نعاودوا في كلامهم هما اللي راهم يعاودوا في كلامنا ما حنا اللي نعودوا في كلامهم إذن الاخوه الان هذه المساله نتاع التعطير ضروريه يا يعني اما أن الحراك هذا يلقى ناس فعلا في المستوى بالتالي هما راهم رايحين ياطروه وراه, وراه, وراه يحقق الاهداف تاعو والا راه وراه ينحرف والبدايه تاع الانحراف مثل ما راكم تشوفوا فيها كل يوم تخرج لك قائمه كل يوم تخرج لك جماعة كل يوم تخرج لك مجموعة وحتى الصفحات في الفيسبوك ولا في اليوتيوب كل يوم تخرج لك صفحة مجموعة كذا مجموعة كذا مجموعة كذا كل الناس حابة تولي شيفان اي قبيل الميكرو برك الناس كل تحوس على الميكرو ميكرو ميكرو برك كلها شفاء كلها زعامه كلها رؤساء كلها شيوخ كلها تفتي كلها تفهم في السياسه كلها كلها لو كان تروح تسال واحد تقول له اشرح لي كلمه الوعي او اشرح لي كلمه التغيير ما يعرفهاش يغير النظام تسأله تقول له كيفاش أتحبش تفهم اخويا المهم يتغير النظام <applause> كيفاش يتغير النظام دوك الجماعة حابين يستخدموا هذه المادة مية وثنين من الدستور وجماعة حابين يفرضوا واقع الجماعة نتاع بوتفليقة من أجل على جل باش يعلن الإستقالة وهذا الكلام أنا راني تحدثت فيه في وقت سابق قلت لكم أنا بلي الجماعة هذو راهم يحوسوا يسطون على السلطه دونك الجماعه من جهه هو انه يحوسوا على التغيير كيفاش انت تحوس على التغيير الحقيقي في البلاد وتحوس انت تبني جمهوريه جديده وتره انت تطبق الماده هذه 102 من الدستور ما ركش في دوله وان انه راهو كاين دستور وراهو محترم تراك أن تبني جمهورية جديدة بالتالي هذه الجمهورية الجديدة تبنيها على أسس صحيحة هاد الناس اللي هما يبداو هما الحركة بالإقصاء والتهميش والتهديد تصفية الحسابات والاتهامات هاد الناس اللي هما ما راعوش واش اللي حصل في الجزائر من فتنة من دماء سالت مازال العائلات نتاع المختطفين الى اليوم مازال راهم يبحثوا على المصير تاع الاولاد نتاعهم وحابين يستعملوا سياسه الهروب الى الامام ما تحكيليش انا عن الماضي ما تحكيليش على الاحزاب انا ذوك ما يعنيونيش حنا شباب جديد حنا معنى على بجدكم ما هو الفرق بينك وبين هذ الناس اللي راهم في النظام تركت بديت بالاقصاء بديت بالتهميش بديت بالجحود عدم الاعتراف تاع تضحيات نتاع اجيال جيت انت ماكش فاهم فيها حتى عبا وبديت تمارس في الاقصاء من الان انا نثق فيك انا نمشي معاك ما نمشيش معاك ما نثقش فيك سان ما على بالوش واش راه يدير ما نمشيش معاك اذا درك اذا كان حابين على جال باش تبنيو جمهوريه جديده تبنى على اسس صحيحه هذا الانسان دوك اللي راهو درك هو وحده دون هو انه يشاور الناس دون هو انه يتناقش مع الناس ويروح لك هو يعلن لك باسم مستعار ديروا اضراب غدوه ما تروحوش للمطار ما تخدموش سكروا البور سكروا ذيك طلعوا ذيك هبطوا ذيك هذا واش راه يدير هذا راهو هو يؤسس للفوضى أراه يؤسس للانتقام أراه يؤسس الحرب اهليه قاسما بالله راني يعني نقولكم فيها ما نجي اقسم بالله العلي العظيم اذا كان ما كانوش ناس عقلاء وناس فعلا يخشوا ربي ويحوسوا على المصلحه نتاع البلاد ويخموا في الاجيال اللي راها جايه ويسارعوا على جل باش يلقاو حل من اجل باش ننتقل انتقال يعني ديمقراطي حقيقي وتمشي الناس وحده وحده والله غير الناس راه داخله في الحيض لانه دوك الناس مع مرور الوقت مع مرور الوقت تكره الناس تمل او الصلاه هاي الناس تصلي مرات واحد تلقاه راه وراء امام راه يصلي بنفس الايه أقول لك اخويا خلاص اه صاحبي كل يوم تصلي بنفس الايه القران هذا راه فيه ستين حزب انت تصلينا كل يوم بنفس الايه بنفس الايه ملينا قران الناس تمل والله تدير له نفس المقرئ كل يوم نفس المقرئ كل يوم نفس المقرئ يا اخويا ملينا وناس قاعده تشتر في اشياء وقاعده تدفع في البلاد تدفع فيها للمجهول وين راكم رايحين انت أسس تاسس للفوضى انت راك تاسس غدوه انت راح يجيوك الناس انت اليوم درت ثوره غدوه ناس يديروا عليك ثوره انا قلتها لكم وعودوا رجعوا الكلام تاعي باش تعرفوا لماذا انا راني كنت نحذر ولماذا ولما أذ... انا كنت ننبه كنت ننبه كنت نحذر نقولكم لكم بلي او بلاك هاي قضيه انت اختراق راه مجمع كذا راه مكذاك وتشوفوا فيهم اليوم راهم كل يوم يخرجوك ليستا ام الممثلين تاع الحركه الشعبي والناس حتى صارت الناس عندها لا فوبي نتاع كلمه التعطير لا لا يا اخي صارت الناس عندها لا فوبي نتاع كلمه المصالحه وصارت الناس عندها لافوبي نتاع كلمه نتاع الامن فهمت اشياء حرفت عن مسارها تعطير شو هو التعطير التعطير هو التنظيم تنظم في الاتجاه الصحيح اللي حنا رانا نهوسو عليه ورا العيب العيب لما يجيو ناس ما عندهم حتى علاقه بالنظام ويظهروا لك ناس اللي عمرهم لا قدموا حاجه للبلاد كما هذا اللي يروح يدير هو صوره الشيخ وزير لذلك الاخوه مسألة هذه نتاع التعطير لا بد منها خطر ذرك في ظل هذا الانقسام اللي راه موجود شكون هو المستفيد من هو المستفيد هذا احنا نحكيه في قضية وطنية وجماعة يعملوا من اجل منطقة والله جماعة يعملوا من اجل مذهب والله يعملوا من اجل لغة والله من اجل ثقافة احنا نحكيه على مسألة وطنية انسى الحزب نتاعك انسى المنطقة نتاعك انسى الجهة نتاعك خمم في الوطن هذا درك بوتفليقة رانا قلنا لكم منذ سنوات قلنا لكم باللي راهو انتهى واش مازالك تحكي على بوتفليقة واش مازالك تحكي عليه تحوس على جمهورية جديدة بدات تخدم لها تخدم لها بعقلية جديدة مفاهيم جديدة بنظرة جديدة نظرة استشرافية خطاب واحد اخر تستعمل لي في نفس الممارسات نتاع النظام نتاع الاقصاء خطاب العنصري المليء بالحقد وبالكراهيه العرب والثقافه للاسلام وتجي نتا راه لي جمهوريه جديده على واش تاع الجمهوريه هذه تاعش على واش واش من شعب رايح فيها خطاب الاقصاء هذاك ما يخدمش والتلاعب واش هو الفرق بينك وبين النظام ما هو الفرق يا انت ما عندك والو هذا غير عندك باج في الفيسبوك ما يعرف حتى واحد صرت انت زعيم ناس عندها سنوات من النضال سنوات من المنافي سنوات من الدموع ومن المآسي ما كان والو وانت راك زعيم إذن الإخوة هذه المسألة نتاع التأطير لا بد منها ما يغركم صحيح هو أنه كان فيه عوامل نفسية تتعلق بالمأساة وراني تحدثت عليها في تسجيل منفصل قبل ما يسر هذا الحراك وقلت لكم من أنه النظام راهو يستعمل في هذه المأساة من أجل تخويف الشعب الجزائري للبقاء في السلطة الكلام تاعي راه موثق ومنشور اللي يحب في الصفحة نتاعي نوردين على اليوتيوب وكاين ايضا عامل نفسي فيما يتعلق ما يسمى بالربيع العربي لأن الناس راها لما تشوف الناس خرجت تشوف تتفكر سوريا تتفكر ليبيا تتفكر اليمن وتقول لك ايه حتى هما في البدايه راهم بداو هما الخروج في تجمعات وفي مسيرات وكانت سلميه وكانت الناس بالاحضان وكانت الناس تقول احنا لا نكرر التجربه الجزائريه وكذا ولكن شوفوا الموصل اللي راهم وصلوا ليه هذا العامل النفسي موجود حنا درك الان هذا العامل النفسي هو حقيقه ما لازمش الواحد يعتبره من انه راه وهم كاين بعض الشباب اللي هو قاسما بالله لا يعرف شيء عن الماساه شباب زاد ما حتى هما ليه الماساه ولا عرفها ولا سمع تسجيلات ولا شهادات ولا شاف هذيك الدموع وهذيك المآسي وبالتالي هو يعرفوا يعرف والو. راه شاف هو خرج وخرج, وخرج وراه يدز عليه القدام ما لكن الناس اللي هما تلسعوا الناس اللي هما ضاقوا هذه المراره هذه نتاع الماساة في الجزائر وتحبسوا هذا الناس يعرفوا الكلام هذا اللي راني نقول فيه لذلك اذا كان نتوما راكم حبيتوا على جلبش نبنيه جمهوريه جديده لابد هو انه ياخذ هذه الواحد المسائل ناس ضحات اخويا في الثوره وتسجنت وتعذبت صحيح هو انه كاين الناس اللي هما استفادوا ولكن في المقابل كاين الناس اللي تحقروا كاين الناس اللي تهمشوا كاين الناس اللي تقصاو هذا النظام اللي احنا رانا ضده ومع ذلك كاين هناك انجازات راه موجوده على الارض راح الناس تشوف فيها كاين طرقات كاين قال مدارس ولو انها مش بالشكل احنا اللي رانا نطمحوا فيه ولكن كاينه اشياء انت درك راك انت تحوس على جال باش دير تغيير ما لازمش انت تمارس نفس الممارسات ما هو الفرق بينك انت وبين هذا الانسان اللي هو راهو قال مثلا دار طريق راهو دار طريق قال طريق سيار فيه ما عارف انا قال مع انا لنفترض قال ألف كيلومتر مثلا ألف كيلومتر لنفترض ولكن راه موجود دار هو طريق ولو انو فيها نقائص ولو انو فيها سرقه ولو أنه ولكن موجوده يا وانت ما درت والو يا وانت راك جيت درت حضرت درت صوره نتاع سيلفي وراك تقصي في الناس هذو خدمو مقدمو ومع ذلك احنا رانا ضد هذه الخدمه لانه ما راهيش تمشي في الاتجاه الصحيح حنا واش رانا ننتقدو هنا حنا رانا ننتقدو في العوج ننتقدو في الفساد ننتقد في الظلم ننتقد في الحقرة لما انت تولي تصير انت تمارس فيها انا ننتقد في الممارسات نتاعك مش انت في شخصك شخصك انت ما تعني لي والو ننتقد في الممارسات نتاعك انت ترى خرجت البارح درت فيها صوره شوفوني شوفوني صوره برك والناس للاسف الشديد هو انه بسيطر عليها العاطفه والتبا اذا الاخوه كأن هناك عامل نفسي هذا العامل النفسي لابد هو انه الواحد يدرسه ياخذ بعين الاعتبار ناس خايفه خايفه ومن حقها ذلك مش حابه هو انه يتكرر المأساة في المقابل درك مثلا هذه المساله نتاع التشكيك فيها ما هو موضوعي وفيها ما هو ربما ما هوش موضوعي ولازمكم تفرقوا هذه المسألة جيدا لازمكم تفرقوا بين الحراك اللي راهو في الخارج والحراك اللي راهو في الجزائر وراني أعطيت لكم كمثال ونزيد نعاود نكرر لربما راهم كاين فيه بعض الاخوه راحوا وراهم اخوه راهم هذا ونزيد عود جاو، الحراك في الداخل اذا كان مثلا قال جماعه راها اتفقت هاد راس بارك تمشي هكذا قال الغدوة خروج يوم الجمعة تخرج الناس من الجوام من جوامع في الجزائر العاصمة مثلا تخرج من جهات مختلفة تلتقي في العاصمة ما كانش راس اللي راه هو يحرك في هذه المسيرة لكن في فرنسا ماشي كيف كيف في فرنسا ولا في كندا ولا في امريكا ولا في دول هذه وين راها كاينه قوانين وكاينه مؤسسات باش تروح دير انت تجمع لابد هو انه تروح انت تعلم السلطات هذيك اللي تم المحليه قال راني رايح ندير تجمع في المكان الفلاني يبدا من الساعه كذا وينتهي في الساعه كذا وهو البرنامج تاعي انطلق من النقطه كذا الى النقطه كذا فبالتالي هذه المساله نتاع التاطير هي فرضة روحها ماكش انت اللي انت راك ديرها انا ماذا لو كان دوك راه قال مثلا درك ما كانش لوتوريزاسيون والله ندير انا لايف وقال انا راني بعد ساعه راني نكون في لابلاس كابيتول مثلا او نكون انا في باريس على الساعه الفلانيه على المباشر لكن انت اشياء مفروضه عليك دروك الان في العاصمه خلاص الناس راه بدات في عمليه تاع تمرد ماهيش محتاج على جال باش تروح لا ولا الولايه قال لي باش تطلب هي الترخيص والله بالتالي هي تروح تروح قال واش الناس يلا خرجت من الجوامع وتخرج لبرا والناس قال راه تمشي انت راك في الشارع ما كانش اللي اطر ما كانش اللي يحرك راه الناس كل واحد هز بوندرول وراه يعيط واحد يحكي على العداله واحد يحكي على الرشوه واحد يحكي على الفساد واحد كذا الامر لهنا يختلف هاي المساله وين راه لازمكم تاخذوها بعين الحسبان بالتالي دوك هذا الناس اللي راهم دوك هما دوك مثلا هم هم خرجو اللي خرجوا كاينين اللي هما راهم منظمين رواهم هذو اللي راهم دوك خرجوا اليوم دايرين لك اللي جيلي اللي جيلي هذو منظمين رواهم متفقين وجايين حتى منهم اللي من عليا لازمك تقول كذا وما تقولش كذا وقال لك احنا حنا خاطينا التاطير هنايا اذا الاخوه والاخوات فيه عمليه اختراق واضحه وانا شخصيا من هنا فصاعدا كنت في وقت سابق كاين إخوة اتصلوا بيا وقالوا لي ولا ربما ولا ولا عهود بلاك ولا ربما ونسقوا مع بعض وكذا وكذا, وكذا قلت لهم انا ما عنديش مانع والله ما عندي مانع لكن الان راني نقولها لكم بالصوت والصوره قسما بالله وتخرجوا يديكم خضراء من الجنه والله من نسق ما نسق معكم مانيش محتاج انا ما مانيش محتاج اصلا انا التجمعات هذه ولا المسيرات تحبوا تديروا المسيرات ديروا حنا شبعنا من المسيرات انا نهار كنت ندير في المسيرات منكم اللي مازال ما خرجش الارض مازال ما خرجش الارض مازال ما, زال ما زالش خلاص مانيش محتاج انا للعياط مانيش محتاج انا اللي, اللي بوندرول يكفيني هو انا ندير تسجيل في اليوتيوب ولا في الفيسبوك والرساله نتاعي تمر فالاخوه والاخوات مساله التعطير مهمة جدا إذا كان حبينا على جلب باش نحنا نحميو تضحيات نتاع الشعب تضحيات نتاع الشعب يحميوها الناس اللي ضحاو ممشي من الناس اللي يحوسوا يركبوا في الساعة الأخيرة ويحوسوا هما يستفادوا بالتضحيات نتاع الشعب صار لك يجيك انت واحد رئيس حزب سياسي تختلف معاه ولا تتفق معاه عنده ثلاثين ربعين سنة نضال تجي واحد انت يا مازال سروالو ما يعرفش يحزمو يجي يقول له انت يا هز كلمه يا وانت كذا وانت خرجت يا روح هار تشم الغاز هار تدخل للسجن نهار تعرف شو هو النظام هو النظام الان كاين بعض الشباب قاسمين بالله خاطر كاين بعض من الناس اللي هما يقول لك ودي هذا راهو هذا شغل اه انا نقول في الكلام كما هو نقول فيه كما اعتقده نقول فيه بالحقيقه التي اعتقدها راه عارف باللي راه جارحه الحق جارح كلمه الحق جارحه قاسما بالله يفيه بعض الشباب والله لن يستفق غير حتى يدخل راسه في الحيط كي يدخل راسه في الحيط فيما بعد يبدا يفطن يبدا يفيق ما دام راه راسه مش داخل في الحيط ما يفطنش لذلك الحراك هذا لا بد من تاطيره والناس اللي اطروهم الناس اللي عندهم رصيد من النضال فيما بعد لا بد من اشراك الشباب هذا امر مفروغ منه لا بد من اشراك الناس اللي راهم في الحركه هذا امر مفروغ منه وراني اقترحت عليكم انا في وقت سابق ونزيد نعود انا الان نقترح عليكم بعض الاشياء درك راه كاين فيه عده خيارات المهم الخيارات الصعبه اللي ما لازمكم نتوما تنخرطوا فيها خاطر شفت مرة مرة راني شفت نقرا بعض التعليقات من طرف ناس والله لا على بالهم واش راهم يديرو ما لازمش أي حاجة نتا تشوف قال جماعة داروا صورة وداروا فيها بعض الأسماء هكذا وكذا حتى أنا شخصيا أنا شخصيا شفتهم في بعض الصور هكذا وحتى بعثوهم لي ناس هكذا مقترحيني حاطيني أنا مع زيطوط ومانيش عارف أنا كذا وهذو ممثلين نتاع الحراك نقترحوهم على باش يكونو في الخارج انا مانيش نحوس على السياده مانيش نحوس على الرياده نحوس على مصلحه البلاد انا قلتها لكم عشرات مئات المرات قسما بالله لو كان لقيت الناس اللي يتكلموا والله ما نقول كلمه والله ما نظهر والله ما نتحرك الله غالب لقيت ناس اللي هما كاين منهم اللي ما يعرفش حتى الالاعيب هذه والاساليب تاع النظام بالتالي تلقى روحك كل مره مضطر على جبهه انت تتكلم ذركا راه كاين فيه عدة خيارات ما لازمش نتوم طيحوا في البياج هذه نتاع قال الماده كذا والماده كذا من الدستور الدستور هذا نساوه حنا رانا نحوسو على التغيير حقيقي الدستور هذا نساوه حطوه وكأنه كانه مش موجود حنا الان نتعامل مع الامر الواقع اللي راه موجود كاين الحاشيه نتاع الرئيس بالاتفاق مع القياده نتاع الجيش والقيادات الامنيه المختلفه هما اللي راهم يسيروا في البلاد بالتالي لابد من حوار مع هذا الناس واشراكهم في على جلب في, في طريق في, في, في حاجه على جلب حنا نخرجوا من هذا المأزق والا انت راك رايح تدخل فيما بعد في مواجهه معهم لازم هذا الناس كاين هناك عده اقتراحات نقدر نقترحوا مجلس نتاع مجموعة قال لي تكونوا من ستة من الناس أجل باش نصحوا المسار مجموعة نتاع ستة من الناس يكونوا منهم ربعة رجال وزوج نساء باش يكون أيضا مشاركة نتاع المرأة ويكونوا شخصيات وطنية يقدروا أن يشكلوا مجلس ياخذوا بالتوازنات هذه اللي راها موجوده هذه نتاع عربي وقبايلي وشاوي وكذا واحد عربي هو شاوي وواحد قبايلي وواحد مصابي، وواحد ترقي ها يا سيدي وواحد من من خاوتنا شو يسميهم الشناوى هاي من كل جهه ديروا واحد ها يا سيدي خرجوا لنا الابطال تاعكم كيما قالها الشا الاخر ويشكلوا مجلس فيما بعدهما هما يبداو يحضروا المؤتمر في الداخل وفي الخارج نساو هادي تاع بوتفليقه والحاشيه نتاعو نساوهم بوتفليقه حيا ولا راه ميت ما انا هذيك الامور ما تعني لي شي انا راني على التغيير راني ننظر لفوق لقدام عشرين ثلاثين سنه مانيش نشوف انا في هذا اللي راه واحد يا خويا بوتفليقه او بوتفليقة ماته مات او بوتفليقه ابو تشليقا بلي باللي مات والله انا ما نقشش الامور هذه انا نحوس على التغيير نروح ليه شوفوا مجموعه من الناس عقلاء حكماء اللي راهم يحوسوا هما على تغيير حقيقي من بعد يبداو هما يحضروا المؤتمر في الداخل وفي الخارج كما قلت لكم راني يعني قبل كنت نتحدث عن الخارج قلت لكم باللي الوضع راهو يختلف لانه العقليه تختلف وتشارك فيه كفاءات في الداخل وفي الخارج فيما بعد تتشكل حكومه تاع وحده وطنيه ومن بعد تسهر على تنظيم انت انتخابات رئاسية نهار اللي هو يصدر الرئيس من طرف الشعب هذا المجلس هذا اللي تكون في البداية يروح ولما فيما بعد يكون رئيس تكون انتخابات برلمانية لما يجيو الناس اللي راهم هما منتخبهم الشعب وفق الشروط والضمانات اللي هي تناقشها الناس في هذا المؤتمر من بعد الناس تتشكل الدولة على أساس صحيح ماشي بال تبلعيط وبالتضليل في وسائل الاعلام وبهذه العقليات هذه تاع التكتلات هذه هذه العقليات هذه والله لن تجني منها الجزائر الا المآسي والدموع اذا كان حبيته فعلا انه يكون فيه تغيير حقيقي في الجزائر لازم هو انه تمشي الناس خطوه خطوه استباق الاحداث راهو ما يقدم حتى حاجه للبلاد تحدثت في وقت سابق وعاودوا راجعوا التسجيلات تاعي الانتخابات الرئاسيه تحديدا قبل ما يصير هذا الحراك وجهت نداء للجزائريين والجزائريات وقلت لكم نداء من اجل تعبئه شامله او دروح اسمعوا راهو موجود وموثق في الصفحه نتاعي عاودوا اسمعوا تخيلوا لو كان درك هذاك الحراك الشعبي اللي الان حنا رانا فيه راهو درك هذاك الحراك هو اللي نظم الانتخابات الرئاسيه وتم تحريك هذا الشارع في الوقت المناسب في يوم الانتخابات لو كان درك مثلا مجموعه من المرشحين لنفترض عشرة يشكلوا تيارات مختلفه قال واحد قبايلي واحد شاوي واحد عربي واحد اسلامي واحد ديمقراطي واحد لائكي واحد كذا عشرة من الناس لو كان الشعب الان راه قال عنده كوكبه راه هي فيما بعد تجتمع وتشوف الحراك وين يروح شفتوا المساله وراها ولا ما شفتوش انا حتى من بعد تصراو وتنفريت الامور من بعد نبدا نحوس انا نشوف الامور قبل ما توقع لانه راني نشوف البعيد شوف كي نتكلم راني نشوف عشرين ثلاثين سنه قدامي واحد يهدرك على يعني قدامه يا انا خلينا تا تحكي لنا على ثلاثين سنه و ربعين سنه يا ودي احكي لي درك بركا يا علاش تحكي لي انت على عشرين و سنه احكي لي دوك حنا رانا في غرقه رانا في غرقه نهار اللي كنا نقول لكم راكم رايحين تغرقوا ما كنتوش تسمعوا حتى غرقت باش انت راك في غرقه انت اغرق وبعد بعد حوس الناس كيفاش يخرجوك قلنا لكم من نهار ها الطريق اللي تمشيو فيه ها الطريق الصحيح قلنا لكم لابد من تاجيل الانتخابات وعقد مؤتمر والذهاب تدريجيا الى بناء كان منكم اللي راهو كان يدعم في بنفليس ومنكم اللي يدعم في مقري ومنكم اللي يدفع في نكاس ومنكم اللي يمشي معاه 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 مع 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 ومع الاخر ومع الاخر ومع الاخر, ومع الاخر. الان تحوسوا الحلول الحل راه واضح نساو هذه قضيه نتاع مانيش عارف انا 18 افريل و28 افريل ما ديروهاش في روسكم خموا في المخرج حبيتوا دوك مثلا هذا الحراك يستمر فليكن ولكن لابد ان يؤطر تاطير صحيح من طرف شخصيات اللي هما ضحاو على الاقل تسجنوا على الاقل قال مش عندهم ضحايا من اجل هذه الجزائر فيما بعد باش حتى لا تسرق هذيك التضحيات يجيو جماعه دركا مثل ما نسرقوا الثوره وحرفوها عن المسار تاعها يجيو درك ناس يسرقوا هذا الحركه تاع التجمعات والمسيرات والله ويحرفوها على المسار تاعو مثل ما راهو حاصل راكم تشوفوه فيه راي العين صارت زبيده عسولي اللي كانت في وقت من الاوقات في القضاء نهار اللي كانوا يديو في الناس للمعتقلات وكانوا يعدموا فيهم في في المحاكم الخاصه وفي كذا ومن وهي والاخر والاخر وسفيان الجلالي هذاك وجماعة هذوك نهار اللي كانوا يديو الناس للمعتقلات هما داوهم راحوا في الوسم ودوك راكم تشوفوا حتى لا يسرق هذا الحراك لازم الناس اللي هما ضحاو من اجل البلاد ومعليش هو انه يكونوا الناس من هذا الحراك واعيين بصح مش بالضروره هو انه قال راه هو تسجن ولا راه هو اعتقل ولا لا راه كاين اللي راهو قادر يكون هو شاب قال مثلا عنده 26 سنه ولا 25 سنه معليش ما, ما تسجن ما شارك في هذا الحراك ما شارك في الاحزاب ما. ولكن يكون انسان واعي قال مثلا ياخذوا مجموعه من الطلبه طلبه نتاع الجامعات يتفاهموا هذا الطلبة في الجامعات قال مثلا في العاصمة في تيزي وزو في بجاية في تمراست في سطيف في المسيلة في كذا في عنابة في قالما في قسنطينة في كذا هذا الطلبة يشكلوا قال مثلا نوات ويخرج منهم طالب يمثل جامعة مثلا طالب يخرج يمثل الجامعة يتحدث باسم الحراك في الجامعة قال مثلا المحامين نفس الشيء يخرجوا ناس اللي هما يمثلوا المحامين ويكونوا محامين قال مثلا موش من هذوك الناس الفاسدين المرتشين كذا القضاة نفس الشيء الصحافة قال المكتوبة نفس الشيء الصحافة المسموعة والمرئية نفس الشيء الأحزاب نفس الشيء شوفوا هما يتفقوا قال الأحزاب يخرجوا ناس هكذا ومن بعد الناس اللي هما ما ينتميو لا للأحزاب ولا لهذه التنظيمات اللي موجودة خارج هذه التنظيمات من بعد يصير فيه تنسيق مع بعض ونمشيو لهذا المؤتمر اللي راني يعني قلت لكم انا عليه على جال باش فعلا بالجزائر وخفل تكون الانتخابات قال ما فنمنا على ست شهور خلي يموت بوتفليقه الله يسهل عليه ربي يرحمه ما يمنيش فيه ما نربطش روحي به يتشكل مجلس الان في هذه الحاله اللي حنا رنا عايشين فيها مجلس من مجموعة نتاع شخصيات وطنية ويكونوا معاهم زوج نساء والله يعني اللي معروفين يعني بالنشاط نتاعهم وعندهم أشياء اللي راهم قاموا بها يعني تجاه الوطن وفيما بعد تمشي الناس نساو بوتفليقة نساو السعيد سعيد بوتفليقة وبوتفليقة ومعنا البياري ومعنا السعيقة نساوها خمو ذركة في الحلول خموا في المستقبل اخويا معليش يكون هناك حراك يكون نشاط ما عندي حتى مشكله ولكن يكون حراك واعي مش انت دوك تروح تلاقى الناس لمده نتاع ثلاثة اربع سوايع والناس راها تعيط تعيط, تعيط ومن بعد تغلب وتروح للديار تاعها وبسبب بالعافيه واستنى المره الجايه مرتين ثلاث مرات تفرغ هذيك الشحنه نتاعك تاع الغضب هذيك وبالسلامة بالعافية يقولوا لك الرواحة تروح تقول لهم ما بدي خلينا سوق مقطع سوق راشي لأنه مع الوقت كاين بعض الأشياء اللي ربما كاين بعض الناس اللي راهم مش منتبهين لها مع الوقت يبدأ الحراك في التراجع الآن راهو في حالة تصاعدية ولكن قادر فيما بعد يعاود في حالة تسمى تاع تراجع لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تنظروا لهذه المسألة نتاع تأطير نظرة موضوعية ما لازمش تولي يولي هذا المصطلح داخل في الفوبيا وأيضا هذا التأطير هذا لابد هو أن يحمى هذا الحراك لابد هو أن يحمى حتى ما يسرقوهش الناس ويحرفوه على المسار تاعو لأنه الآن فيه مؤشرات راها الآن رانا نشوفو فيها رأي العين ناس ما مش مأمنين هكذا طول ما مؤمنين لا بالشخصية الجزائرية ولا يودي يسمع كلمة عربية ويركب يركب يغلث يسمع حاجة نتاع نشيد وطني والله يغلف حتى صاروا لا يفرقون بين إنسان راه منتسب للنظام وإنسان معارض لا يفرقون بينهم يشوفو فيهم في زوج أعداء لا يا صاحبي يا أخوي علاه الى هذه الدرجه عمات الناس خلاص انا نشوف كاين الناس اللي هما حتى اذا كان عندهم هذه النظره هذه ولكن ناس الى حد ما تقدر تناقش معاهم والله ناس عمات خلاص اكتفي بهذا القدر الاخوه الاخوات أه ساغلق المباشر وبعد أه عشرة أو ربع ساعه نعاود نفتح نفتح لكم المباشر ونديروا نقاش نخلي يعني نخلي فقط المداخله هذه حتى باش لا اثقل لما نرفع المداخله على الموقع نتاع اليوتيوب لا اثقل على الاخوه لخطر كاين مرات بعض الاخوه يقول لك راه بزاف علينا بزاف يكون تسجيل مختصر نفتح لكم المجال فيما بعد وارواح نتناقشوا بالحجه والدليل مرحبا بكم نلتقي بعد قليل ان شاء الله تحياتي لكم